كنا مرة على مرة نسمعه، لا سيما في التسعينات كنا نسمعه مرة على مرة. قال هذا سليم راهو خرج واحد الطالب هكذا، وراهو خرج على الشيخ الغزالي، وراهو قال وراهو قال وراهو قال على الشيخ الغزالي. هل ترى ممكن هو أنك أنت تصحح لنا ولا تنورنا بهذا الكلام اللي كان يقال؟ هل ترى كانت عندك أنت صراعات مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، اللي هو واحد من علماء الأمة؟ شوف سنوري، نعم. هناك أمر لا يختلف عليه، لا يختلف على كون على غيرة الشيخ الغزالي على الإسلام، هذا أمر لا يختلف عليه، لا يختلف على أنه من أكابر الدعاة إلى الإسلام، هذا أمر لا يختلف عليه. ولذلك كنت أنا أنحى باللائمة على جماعة مرات عندما ينقدونه أو ينقدون الشيخ القرضاوي وغيره، يتكلمون بكلام سوقي، بكلام لا يمت إلى العلم ولا إلى الأدب بصلة، يعني كلام يعني أستحي أن أذكره هنا. وطبعا هذا خروج عن الأدب. الخلاف العلمي والانتقاد العلمي شيء، والأدب شيء آخر. يعني مرات أستاذ نور الدين نقع بين إفراط وتفريط، مرات تقع بين جماعة يعني يثلبون كرامة الشيخ ثلبا بألفاظ نابية، وجماعة يتعصبون له إلى الطرف الآخر، إلى أقصى الطرف. الحق بين الغالي والجافي. الشيخ الغزالي رحمه الله هو شيخي، هذا أمر لا أنكره لأنه واقع، وهو حبيب إلى قلبي، ولكن الحق أحب إلي منه. وهذا يعني أذكره اليوم، أذكر كذلك من مواقفه التواضع. التواضع، يعني تصور أخ نور الدين في أول حصة في جامعة قسنطينة، لما فتحت الجامعة أبوابها في أول حصة، كنا في المدرج وكان يدرسنا أول حصة في علوم القرآن، وله أسلوب رائع، أسلوب أخاذ كما تعلم، وعرف القرآن وتكلم وأفاض في هذه المسألة. ثم جاء دور الأسئلة، وكان الأسئلة يعني بالصف، يعني صف بعد صف صف. فلما يعني وصلت النوبة إلى 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 صفي في المدرج، قلت له أستاذ أنا عندي سؤال. قال تفضل. قلت له عرفت القرآن وذكرت كذا وكذا وكذا فيه، لكنك نسيت أنه متعبد بتلاوته. والله يا أخي نور الدين، قال لا أدري كيف نسيتها، اكتبوا ما قال زميلكم، اكتبوا ما قال زميلكم. في الحصة الأولى أدركت أن هذا الشيخ متواضع، يعني سبحان الله. كنت أتناقش معه في مسائل كثيرة في المدرج وخارج المدرج، لكن الذي لا أقبله هو نسج الأوهام، نسج الحكايات التي لا أساس لها من الصحة، وإطلاقها بعد ذلك وإشاعتها على وسائل التواصل أو غير ذلك. حكاية التي تقول لا لا لما التقيته قلت له لماذا تأخذ من لحيتك، كيف تلقى الله يا شيخ؟ قال ألقاه بقلب سليم يا سليم. هذه لا أساس لها من الصحة يا شيخ موضي. نعم، لا أساس لها من الصحة، ثم كلها دعايات وإشاعات، هذه لا أساس لها من الصحة. وأغلب المناقشات كانت تدور بيني وبينه، وكان مرة تناقشنا في حديث الأحد، هو الشيخ يعني والشيخ يصرح في بعض كتبه أنه على عقيدة السلف، أنه يفضل عقيدة السلف على عقيدة الخلف، لكن مرات في التطبيق في تحقيق المناطق تقع المخالفة على هذا المبدأ. يعني حديث الأحد هو كان يرى أنه لا يفيد اليقين ولا يفيد العلم، وألفت رسالة في ذلك الوقت 84 وسلمتها له، وقال يعني قرأها اقتنع ببعض ما فيها، لم يقتنع بكل ما فيها، اقتنع ببعض ما فيها. صار يقول لنا بعد ذلك في المحاضرات رحمه الله، حديث الأحد إذا احتفت به القرائن تؤخذ منه العقائد. نعم. قال لي احتفظ بها ستحتاجها يوما ما، ولازلت إلى اليوم. يعني كم مرات يرجع إلي في
ففي تخريج الأحاديث مرة سأله زميل من زملائنا في المدرج وقال له بأنه هذه في السنة الثانية لما درسنا سيرة نبوية حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في الهجرة، قال له هذا الأخ سأله الحديث قال ربما يكون ضعيفا حديث المؤاخاة، ففي المدرج يعني قال لي ما تقول أنت، يعني أنت تذكر السنة؟ فأجبته في المدرج وبعد ذلك ألفت له رسالة صغيرة في هذه المسألة. يعني كذلك يعني أستاذ نورين لا يختلف على تواضعه، لا يختلف على تواضعه، هذه أمور ليست محل النقاش، يعني نحبه ونجله وإلى اليوم ندعو الله تعالى له. في كتبي استشهد بكلامه لأنه بعض مرات تختلط على الأمور، يقول كيف تنتقد فلان وتستشهد بكلامه؟ وأين الخلل؟ النقد العلمي حق لله عز وجل، حق لله عز وجل، وإذا وجدت كلمة حق عند داعية من دعاة الإسلام وعند علماء المسلمين ولو كنت على غير منهجه، ولو كنت أخالف في قضايا كثيرة، لا أجد معرة في أن أستشهد بها، لا حرج في ذلك. مثل الدكتور القرضاوي عندي انتقادات عليه في مسائل وأستشهد بكلامه في كتبه عند القضية عادية جدا. لماذا؟ لأنه من العقائد الراسخة التي غابت أو كادت أن تغيب أنه العصمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعطى لأحد، لا يوجد أحد في هذه الأمة معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد مهما كان صحابيا أم تابعيا أو ما دونهم يعني يؤخذ من قوله وترك، يؤخذ من قوله وترك. لذلك شيخ الإسلام ألف كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني بين فيه كيف أئمة يعني جبال في الفقه والورع كيف مرات يخالفون السنة، بين أنه لا يوجد إمام يتعمد مخالفة السنة، وبين الأعذار لإمام مرات يبلغه الحديث فيعتقده ضعيفا فلا يأخذ به، ويبلغ غيره بسند صحيح فيعمل به، مرات يبلغه الحديث ويعتقده منسوخا، مرات يبلغه الحديث ويتركه لمرجح آخر، وهكذا هناك أعذار كثيرة. بهذه الأعذار نحن نلتمس العذر للأئمة وللعلماء، ولكن كما هم معذورون في ترك السنة فنحن كذلك معذورون في تركنا لأخطائهم، ليس لأحد أن يلزمنا باتباع خطأ عالم كأئمة كان من دد صحابة الرسول الله إلى أن تقوم الساعة. الحق حق أن يتبع، العلماء يتبعون ونحبهم ونجلهم ونقدرهم، ولكن السنة نقدمها على كل أحد.